كيف ما نصبحوا كذلك على الدكتورة لطيفة العتاق، أخصائية أمراض الربو والحساسية والأمراض التنفسية بتمارة. أهلا وسهلا بك للا، مرحبا. صباح الخير. أهلا وسهلا. التهاب الشعب الهوائية عند الرضيع أمر لابد الوقوف عنده دكتورة، خصوصا في هذه الفترة الباردة. والتهاب الشعب الهوائية يختلف عن التهاب القصبات الهوائية، أين يكمن الاختلاف دكتورة لطيفة العتاق؟ نعم لله، هذا الالتهاب ديال الشعب الهوائي اللي غنتكلموا عليه اليوم يخص الرضيع قل من سنتين. هذا الالتهاب كيكون في هذا الفصل بزاف، وكيخص 450 ألف طفل سنويا. نعم، وهذا الالتهاب هو فيروسي 100% طيب الشعب الهوائية وحتى الحويصلات الهوائية إلى الطور. هذا الفيروس كيتسمى حنا ان لو فيروس سانسيسيال هو اللي كثير في هذه الفتره، ولا شي مره كيجي واحد الفيروس خصو سميتو لادينو فيروس. هذا الشيء اللي كاين، دونك هذا تيكون حاد، الاصابه كتكون حاده. نعم، كتكون في هذه الفتره بزاف. شنو اعراضه؟ يعني بحاله بحال التهاب القصبات الهوائيه، بحاله بحال حالات الربو اللي تكلمنا عليها البارح، وهذيك الازمات اللي كنشوفوا وليداتنا مرميين في المستشفيات وفي المستعجلات، او لا يعني يختلف نوعا ما في الاعراض دكتوره لطيفه؟ كاين اختلافات وكاين تشابهات. هو في الاول حتى هو كيبدا براشح، يعني الرضيع ولا الطفل الصغير تيبدا تيفوت يدوز، تيبدا مروح، يعني كنقولوا الوليد راه مروح، بدا السخانة كتطلع شويه. واحد الوقيته يقدر يتطور يولي سعال، سعال كيكون حاد، كيكون في الاول كحانه شفه، ولا يحفظ الى الام ما خداتش العير. في الاول كيكون بسيط، وبعض الامهات يعني ما تيردوش ليه البال وما كيحاولوش يزوروا الطبيب، وكيبداو يعطيو ادويه اللي من دون استشاره الطبيب. نعم، ادويه اللي كتجيب على كتمشي تاخذ الصيدليه انفلويديفيون اللي كيزيد يفقم المشكل، لان من مورا الكحه الجافه كتبدا كحه فيها بولغون، فيها تنخيمه، كتبدا فيها تنخيمه. ملي كتبدا هاد الكحه فيها تنخيمه، ملي كتعطيه هي داك السيرو كتزيد هاد التنخيمه، شنو كيوقع؟ الدري تيعمروا ليه لي برونش ديالو بالتنخيمه. نعم، تيولي ضيق في التنفس، ما تيعرفش هو يكخاشي، تيولي ضيق في التنفس، تيولي تنفس سريع. نعم، تيولي يتنفس بسرعه، وتيحصل واحد الحموضه ديال الدم وواحد الاجتفاف عند الطفل. نعم، دونك تيولي زريقاق ونقص الاكسجين في الدم. نعم، هنا تيولي الاعراض خطيره شويه. نعم، اللي كتستدعي الجري والمستعجلات، لحقاش التنفس من الباطن الولد ما تيبغيش يقبل كاع الرضع على الدوله، على الرضع ديال ما كيصاحبوش قيء، يعني الوليد بعض المرات كيولي تقيا حيت كيتحبس ليه التنفس، ما كيعرفش يخرج دوك السيكريسيون، يمكن تكون حتى الكرش ديالو كتجري، دونك تيولي دياغي. يعني وبعض المرات عند الاطفال اللي قل من 3 شهور تقدر تؤدي الوفاه، الله يحفظ. تبدا الصفير في الصدر، يعني واحد كتشبه لازمه الربو. نعم، ملي كيبدا هذا المشكل ديال ضيق التنفس، الصفير في الصدر، يعني شحال كتدوم يعني هاد الازمه هذه ولا هاد الحاله هذه ديال التهاب الشعب الهوائيه؟ نعم، شحال كتبقى؟ نعم، يومين ثلاث ايام؟ بسيطه، راه الى الام يعني ما زادش فقمتها بحال اللي قلت لك هذا، ولا كان الطفل ما عندوش امراض ديال القلب خلقيه، ولا قل من 3 شهور، راه اسبوع يقدر يمشي، حيت هو فيروسي، الفيروس كيمشي من ذاته، يعني كتدوز ديك الامور. خصات يعني دابا ندخلوا في هاد شنو خصها دير المراه من دابا، نطرقوا لهاد ان شاء الله في الوقايه، يعني والعلاج. نعم، يقدر يمشي الا ما كانوش الاعراض تفاقموا. نعم، اسبوع حتى الاسبوعين عادة. نعم، وهو مزمن ولا حاد؟ يعني ممكن يتعاود مثلا السنة الماجية مثلا في نفس التوقيت ونفس الفترة، او يعني حدو غير هاد السنة هادي غدوز ديك الاسبوع يعني بهاد الهم ديالها، والعلاج ديالها كيكون مضبوط وصافي وما كيبقاش يتعاود دكتورة لطيفة؟ لا، هو يقدر يتعاود كل سنة او مجموعة مرات حتى في السنة، حيت الفيروس الى ما درناش الوقاية ديالنا نقدر هذاك الطفل تجيه حتى لجوج مرات ثلاثة في العام. نعم، هنا عاوتاني غيتربى عليه الضيقة ولا تربى عليه يعني الأعصاب؟ احنا في الطب تنقولوا إلا دار الدري ثلاثة ديال الأزمات وفيهم صفير وفات ثلاثة الأزمات، كنعلنوا بأنه راه حتى
حتى نشخصوا المرض، يعني كنبداو في التريتمون في العلاج ديال الازمه بحال انها ربو. نعم نعم. ناخذ مكالمه هاتفيه للطيفه العتاق ونرجعوا للوقايه والعلاج في التهاب الشعب الهوائيه عند الرضيع. حنان من بوعرفه، صباح الخير. السلام عليكم. السلام عليكم يا اهلا. لالا حنان مرحبا بك. يا اختي لاباس عليك؟ الحمد لله، ها هي معاك، اللهم لك الحمد والشكر. لالا حنان تفضلي. الحمد لله حبيبه. عافاك بغيت نهضر مع الدكتوره عليانا. ايه مرحبا. مرحبا. ايه مع البعد، راكي عارفه في هذه المدينه ديال بوعرفه كيف راكم عارفين المغرب كامل وخاصه هذه المدينه. وانا ديجا فيا الحساسيه. جاتني الحساسيه بزاف كثيره، وتندير واحد الماكينه تاع الحساسيه اللي فيها ديزلوراتادين. غير ما نذكروش الاسماء ديال الدويات الى التركيبه. التركيبه الله يرضي عليك. التركيبه غير التركيبه وشويه تتمشي عليا، ولكن من بعدها جاتني الصحه بزاف. نعم. ما تنعش الليل كامل تقريبا، ما تنعش كاع بالكحه حتى تبغي تخنقني. ناشفه. ومشيت عاوتاني عند الطبيب ناشفه، ولا كاين شويه ديال التنخي ما عندي في مع هذيك الحساسيه تدير لي هذا المشكل. نعم. ايوا مشيت عند الطبيب عطاني واحد الكينه فيها شويه الكورتيكويد، عطاني واحد السيرو ديال الكحه، عطاني واحد الكينه واحده اخرى وشويه، يعني ما كاينش شي تحسن خفيف وخاكك، يعني مازال عندي الكحه يعني كثيره بزاف. نعم. ما عرفتش شنو نحل، يعني بغيت غير نسال الدكتوره يعني شنو ندير. واخا دكتور، واش الدواء نكملو؟ واش حساسيه؟ واش البرد بزاف هنا ضرني في صدري؟ واش المشكل في الدواء ما كتبعيش ولا كتقطعيه؟ لا لا لا، تبعت البارح عطاتني حتى واحد الانتيبيوتيك، كنت مع هذا الدواء واحد الانتيبيوتيك. هو نفس الطبيب متبع الحاله ديالك لالا حنان، ولا كتمشي من عند واحد لواحد؟ لا لا، هذا اول مره مشيت عنده هنايا اول مره. نعم. نشوفوا دكتوره لطيفه تفضلي. هنايا السيده واش عندها حساسيه ديال الانف باش كتاخذ ديك الكينه ديال اللي البكراسيه؟ واش حساسيه الانف؟ حساسيه الانف والحنجره. وهي مشخصه هذه الحساسيه يعني عندك من من سنين يعني؟ لا من سنين. مشخصه من سنين. اذا هنايا الا ربطنا الامر ديال بالحساسيه الانف والحنجره اللي عندك، ما ربما هذه الكحه ناشفه اعلان بانك بديتي كتزيري. غير غنسولك سؤال، واش كتسمعي تصفار في الصدر ديالك؟ لا ما كنسمعش حتى الصفير. ما كتسمعيش الصفير؟ واش عندك هاد اليامات بحال يعني مجموعه لك الخنونه في الحلق ديالك؟ واش كتحسي بهذا الامر؟ تديما عليه في هنايا في النيف ديالي تتخرج ليها كم كتخرج ليها من مور انيفك، يعني من مور انيفك. تخرج لك من مور انيفك بزاف. هنا كيكون ملي كتبدا الخنونه كتخرج من مور انيف، يعني من مور جدار الانف، كتعطي واحد الالتهاب في الحلق. وهذا الالتهاب كيسبب هذه الكحه الناشفه. دونك هنا العلاج خصنا نحبسوا هذوك الافرازات اللي عندك بزاف من مور انيفك بدواء الحساسيه اللي ماشي غتاخذيه مره ولا جوج، اللي غتاخذيه واحد المده وتاخذيه مده يعني هذا، ونزيدوا عليه حتى علاج موضعي ديال بالكورتيزون ديال الانف باش تحبسوا شي مره حتى لا كان. وخصنا يمكن نشخصوا حتى واش عندك التهاب ديال الجيوب الانفيه، حيت ما ربما بقوه الحساسيه وما كتعالجش وانت كترجعي داك الافرازات كيرجعوا كيعمروا لنا واحد الجيوب الانفيه وكيتسببوا في كنسميو يعني تعفن. نعم. اللي كيعطي هذه الكحه المزمنه. دونك العلاج خصو يشمل هذا، خص التشخيص يكون بحال هكا، ونحاولوا نعالجوا هذا المشكل ونشوفوا ديك الساعه الى هذه الكحبه كملات غادي نديروا حتى الفحص الوظيفي لهذا ولا واحد. نعم. يعني نكملوا التشخيص الاختصاص اللي تمشي لعنده دكتوره لطيفه العتاق. الاختصاص ديال الحساسيه، مادام هي عندها الحساسيه خاصها تمشي للتخصص الحساسيه، الطب الحساسيه. نعم نعم. اذا ضروري للحنان ترجعي او لا تقلبي على الدكتور ديال الحساسيه باش تبعي الحاله ديالك وتعرفي شنو هو الدواء الملائم ليك، لان كما قالت الدكتوره لطيفه العتاق انه العلاج خاصو يبدا من الانف دكتوره هو الاول باش ممكن تخلصوا من هذه الكحه هذه المزمنه اللي كتجي في هذا الوقت هذا. لكن هو السبب راه الكحه غادي تمشي يعني. نعم. حنان بالشفاء ان شاء الله ويكون خير باذن الله ويشافي الجميع في هذه الفتره هذه. هذا الطقس البارد قد ما كيفرح بشتيوتو قد ما كنهزوا ليه الهم بالمرض ديالو، لا عند الوليدات الصغار ولا عند الناس الكبار ولا عند الناس المسنين كذلك. دكتوره لطيفه العتاق، نبغيو غدا كذلك نهضروا على المسن وهذه الفتره هذه.
تنعرفوا يعني يعني المسن عنده واحد المناعة اللي هي ضعيفة جدا, يعني ما كيقدرش يقاوم الجسم ديالو كيكون عيان, المناعة ديالو كتكون حتى هي عيانة, فكيفاش يقدر يقاوم هاد البرد هذا دكتورة لطيفة؟ ندوزوا للوقاية والعلاج اللي غنختموا بها بإذن الله. إذا الوقاية الوقايه للجهان, الوقايه كنرجعوا دائما لواحد الموضوع كنقولوه, كنقولوا بان الوقايه خير من العلاج. نعم. يعني خصنا نحميو هاد الطفل, نحميو هاد الطفل من هاد الفيروسات. باش غنحميو هاد الطفل؟ نحميوه بتهويه المكان, حيت حنا دابا كنديروا التدفئه وكنغمقوا للدار. نعم. دونك نحاول نهويو واخا 5 دقائق 10 دقائق واخا البرد. نحاول الام الا كانت مروحه ساده تبوس الولد ديالها ولا خوت ولا كانوا مروحين ما فيها باس, خوكم صغير باقي بيبي نحاولوا عليه هذا. ما تخرجوش لي سوبر مارشي الاسواق, تنشوفوا الامهات تديروا في دارها وتمشي تسوق بيه ولا تمشي ديروا السوبر مارشي, نتفادوا في هذه الوقيته هذه نخرجوا الدراري بحال. واللي عنده شي اسبوع اللي عنده شي اسبوع الضيف ما يجيش يبوس الترابي يخبي ولده ويمشي هو يخرج عند الناس يسلم عليهم ويخلي البيبي استيقار لحقاش هذه الوقيته الناس مروحين. نعم. من الاحسن نتفادوا باش ما يبقاش الانسان كتولي فرحه وفي الاخر كيولي الانسان كيولي من بعد معاناه معاناه كتبقى فيه الام والاسره الصغيره. نعم. من بين الوقايه عاوتاني يعني غسل اليدين راه كنبقاو ناكدوا عليه وكيبقى واحد الحجر الاساس النظافه. ونحاولوا ملي الولد يتصاب نمشيو دابا شويه للعلاج. نبدا نغسل ليه نيفو بال كنسميو حنا لو سيغون فيزيولوجيك, هذا ما تتباع بحال مات البحر مات البحر, نخويو ليه نيفو يعني نديكاجيو ليه داك النيف باش يتنفس من النيفو باش هذا ما نشريش دواء من لا فارماسي بلا ما نشوف الطبيب من بالكل. ما نعطيهش الادويه اللي هذا عطيه سيرو الكحال هذا الدري باقي رضيع من من ما نغمروش معاه. نبداو نعالجوه بهذا مخفض الحراره بالرضاعه الطبيعيه, ما نحبش عليه نهائي الرضاعه, نعطيه سوائل كثيره لحقاش كيبدا الاجتفاف. اذا هذا الا شفنا بان راه الطفل ما تحسنش نمشي للطبيب ولا نمشي للمستعجلات, هنايا كيدخل دور الطبيب. تنعطيو حنا هنا ما تنعطيوش مضادات حيويه لحقاش هذا فيروسي, صوف الى تفاقمت الحاله وكانت انسيغ انفيكسيون. دونك نلجؤوا للعلاج ديال تنسميو حنا لا كينيزي ثيرابي, يعني الترويد الطبي لاخراج هذوك الافرازات باش الطفل يتنفس. كنلجؤوا للاكسجين باش الطفل نطلعوا ليه الاكسجين في الدم, دونك باش نحيد داك الازرقاء وداك المشكل ديال حموضه الدم. نعم. كنرجعوا لبعض الادويه الموسعه للقصبات الهوائيه واخا هي شي مرات راه ما كتعطيش المفعول ديالها لحقاش ماشي ازمه ترابو هذه. نعم. هذا الشيء اللي كاين لله, وغدا ان شاء الله كاين محسن كما كنقولوا, كاين ان شاء الله الاستفاده والمعرفه من خلال المشاركه ديالك دكتوره لطيفه العتاق. وغنتكلموا على المسن وهذه الفتره ديال البرد وهذا الطقس البارد, كيفيه المقاومه, الاسره كيفاش تتعايش مع الرجل او المراه المسنه, وكيفاش توفر له العنايه والاهتمام والوقايه من هذه الفيروسات. مشكوره دكتوره لطيفه العتاق اخصائيه امراض الربو والحساسيه والأمراض التنفسية. بتمارة خلينك على خير.